بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 22 من كتاب الدرة البهية للشيخ يحيى ابن نور الدين العمريدي رحمه الله تعالى، باب منصوبات الأسماء. ثلاثة من سائر الأسماء خلت منصوبة، وهذه عشر تلت، وكلها تأتي على ترتيبه، أولها في الذكر مفعول به، وذلك اسم جاء منصوبا وقع عليه فعل كاحذروا أهل الطمع، في ظاهر ومضمر قد انحصر وقد مضى التمثيل للذي ظهر، وغيره قسمان أيضا متصل كجاءني وجاءنا ومنفصل، مثاله إياي أو إيانا، حييت أكرم بالذي حيانا، وقسم ذين كل مضمر فصل، وبالذين قبل قبل وبالذين قبل كل متصل، وبالذين قبل كل متصل، فكل قسم منهما قد انحصر ما جاء من أنواعه في 12. بسم الله. وبعد، باب الدرس 12، الدرس 22، الدرس 22 عشر كي لبي اللباتناد لباتني اللبات كتاب كي الدرة البهية نظم الأجرومية للشيخ العمريدي صومالي داكت يدانا عانكا كاها عمريدي وكتاب كان لها الدرة البهية أما نظم الأجرومية شيقة اللي في مغالده كسو جيدو عمريد لديهجا عمريد بكسر العين مراكا قارن لو أغري بفتح العين وعمريد أيا وحيها من قرى مصر وضن كمصر مغالو ينكي سميت كمد دام اللغة العربية إيا وحيدها هذه مصر وإن إله كو قدر إنا تكت لوفا نبا آل لغة برتا عام كيهم مصاري اللغة العربية، اللغة العربية قارحان قيبت الأذب كي قواعد قواعد وحاومي مثل عربية النحوذية صرفية بلاغضو إيه أذبك أذبك وأشعارتك النثري وعلاقاتك كتبتها ووين أذبك علمي كلا مسارد عن كتب وعلوم القرآن قارحان علم التجويد علم القراءات ويكوهر ما دام وحيلها يعني جامعة عريق وأزهر وجامعة وين فعوين أيتها شيخ المركة عمريد ومجال مصر كتالو عمريد مركة صومالو شيخي ماشي لون نسبي نسبتي العمريدي أهل قرية دي وكسو جي دي مجال دي هي كتابك عمريد وبحير عمريد وصاصو وبح وشيخ النسبتي عشر كي لبي الله بعتنا كتابك الدرة البهية نظم الأجرومية للشيخ العمريد وحنو رب الأنباء ومنصوبات الأسماء أسماء الله كردقا يا بابكي كان هذا محل ومبحث مركب بابا هان لوا باب أوين أو كان أوين هاي باب إن أردما وباب منصوبات الأسماء أسماء الله كردقا يا باب مخفوضات الأسماء يسو هالباب إسكا باب منصوبات الأسماء ويسو باب بضان أحواسي ما دونان وفرعي يا باب مخفوضات الأسماء لماذا عيواني وين باين أردما باب منصوبات الأسماء يا أسماء ذي اللي كردقا بابكي كان لهذا محل ومبحث ثلاثة سوء من سائر الأسماء أسماء ذي حقيواني كلمة السائر بالله معنى كويمات بمعنى باقي يا بمعنى جميع كلمة السائر في اللغة العربية مروى بمعنى باقي سائر انت صاحب مرة بمعنى جميع دمان مركز سائر بمعنى باقي سائر بمعنى جميع
لبدا معني كو يمات ثلاثه صدح ثلاثه لاسو ثلاثه ومبتدا ونكر نكرنا مبتدا ما نكون كرت بدون مصور وحو بني وين لها وحو بني صفه ثلاثه صدح ثلاثه لاسو بعد ولا عبد مؤمن وكره من باب ولا عبد مؤمن ثلاثه صدح ثلاثه لاسو من سائر الاسماء اسماء حد كمد باقي معنى مركة ثلاثة سوى خلت تكتي منصوبة حالي تعمل النصبنا ومنصوبة هدو إذين قرأ منصوبة والحالين هذه منصوبة وإذين قذين ما قذين أقول قال إذين قال خبر كيف أقول كان يعني سديك قذين ثلاثة صدح ثلاثة سو من سائر الأسماء أسماء تكتي كاملة ثلاثة سو خلط تكتي منصوبة من النصب وي خبر كيف مركا كان يعني هذه منصوبة تنتهي ويقول لي أنتين والحالين ثلاثة صدح ثلاثة سو من سائر الأسماء أسماء هذه كاملة خلط قد خلط حال أي تايم تكتي منصوبة من النصب نايوي وهذه تن عشر طبنوي طبن كاسو ثلاث راعي ثلاثة صهور مرتي ثلاثة صدح ثلاثة سو من سائر الأسماء أسماء لنصبنا يو من كمد خلد وي تكتي ثلاثة مركز وحد كي خبرتي خلد في رهد خلا فعل ماضي تاضم واسكتاء تانيث يفاعل كيو هي والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع بعده والرابدون وضمير هي ذا ثلاثة صدح ثلاثة سو من سائر الأسماء أسماء لما أنت يتكمل أسماء منصوبة لما أنت يتكمل خلد ويتكتي ثلاثة وركبات حال كونها حالها هذا مرة حال كونها ثلاثة سي منصوبة تن أي تن من لقردها هي وهذه تن عشر تموي طبعا كاسو ثلاث راعي أثلاثة المتقدمة صدح صهر مرتين راعي لغم وكاسو ثلاثة ممتدة وحد كها خبرتي خلت ثلاثة صدح ومن سائر الأسماء أسماء صهر دي كم ذا خلد وي تكتي ثلاثة داس خلد وي تكتي حال كونها منصوبة أي تعمد كردغان ولا كردغان وهذه تنمذكورات كل شيء دونه أساس عطنا عشر وطبعا طبعا كاسو ثلاث راعي الثلاثة المتقدمة صدح صهر مرت هذا ثلاثة متذكر منصوبة خبر نوحادي ثلاثة صدح لقم الله رأي سوى وليس ثلاثة سوى من سائر الأسماء أسماء الله هذا كمدة ثلاثة سوى خلتك منصوبة من النصبين هيوي وهذه تن عشر طبنوي طبن كاسو ثلاث راعي الثلاثه المتقدمه مركب العليا منصوبات الاسماء و13 معنى ما قرا منصوبات الاسماء و13 اجرومي ما يقوي منصوبات الاسماء شان يا طبن 13 كي و خوكو الى 3 وان سو مرني فلا حاجه الى الاعاده كما علينا و13 خبر كان واخواتها كان ولا عليه خبر كود كان زيد قائما صمه وكان الله غفورا غفورا رحيما و اسم ان واخواتها اني ولا عليه اسم و ان زيدا قائم مفعولا ظن ظن لبدي مفعول صدح و عليه و صمر تبنى هذا سو وداو ثلاثه صدح ثلاثة سو من سائر الأسماء أسماء انتهى دي كمدة خلد ويتكتي ثلاثة داس خلد ويتكتي هي ثلاثة داس منصوبة حال أي تعمل لكردق هاي وهذه تنمذكورات كأن صوضا وحوير عشر وطبا طبا كاسو ثلاث راعي الثلاثة المتقدمة صدحي صور مرتي وكلها كل العشر طبا كيبان باللون مرتي وكلها طبعاً كان لمانتو تأتي وإيماني على ترتيبه ترتيب الكلي الضمير كوعي
كلها يضون كلا ترتيبنا إنه كلا هرمرنا أولها وحاوها في ذكر شيء مفعول به بعوها الرئي وكلها كل العشر طبعا كان دمانتون تاتي وإيماني على ترتيبي ترتيب الكل كلها إنك كلا هرمرنا إنه أولها وحاوها الرئي في ذكر شيء مفعول به وذلك مفعول به جاس اسم اسموي اسم جاس وجايم منصوبا حال يحمل النسبية وكردية اسم جاس وقع ودعي عليه كركيس فعل فعل باقود الدعي وذلك كقول كوي أتري احذروا كدكتونا أهل الضمع هنقولي يا الضمع عظم ضد كذا كدكتونا احذروا فعل أمر مبني على حذف النون واو الجماعة فاعل مبني على سكون في محل رفع الأهل وبيت القصيدي هو محل الشاهد كمربط الفرس مجددي أهل مفعول به منصوب علامة النسي فضحة ظاهرة في آخره أهل مضاف الضمعي الضمع واسك الشعر كالضمعي مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره مفعول به ومركب بيت كوقع هرطة واسمي اسمك لفعل حرف بابا ومنصوب مرفوع مجرور بابا فعل باقود الدعي ضربت زيدا ضرب زيد عمرا مركض ضرب وحو قراعي زيد عمرا قراعي كدعي عمر وحا كدعي محيو والضرب وذلك مفعول به اسم واسم فعل حرف بابا اسم قاسو جائم منصوبا حال يهمل للنسبي والله كرني اسم قاسو وقع ودعي عليه كركيس فعل فعل باكد الدعي وذلك كاحذروا كقول كوي ياتري احذروا كدكتون هذا اهل الضمع ضمع عدد كيس وحيد نهان ولماذا يروح عديد ضمع عرطة وصوماليه الروح حيد نهان وهنقري وين روح يا اللي صاحب الضمع أنا دوني دي سابلا يا ممنانتيس هذه شيء أجعله شيء ضمع له واحد دون كسابس مركب وحيد يجري ضمع صد حرف بكوكبيها ضمع عياد معه ضمع عن ضمع وضاء يميم عين موت صد هو مجوف بعد صد هو الدلالة بعض مركي لقري سما الدلش وساس سما ساس ويدلش سما ميم كنا ومجوف وضلالة عين كره هدور كي هبشي وضلالة وحين أمرك صاحب الضمع مجوف وضلالة وويل ضلالة معناها دور الضمع عصبرت وحي قليل وضلالة مركة وحي أسوى قادم جرين عربته وحي ليه جرين نانكي أقو الضمع بنا أشعث بال ليه جرين لأن هذا الضمع مركة وحينا أضمع من روح مركة إلا يابان أضمع من أشعث أضمع وحوكهم قريوين من أشعث أشعث نين لديه جري مركة أشعث وحاليه مقريقا وحقيقا دور قصال الله صلى الله عليه وقصص بالله وحويري نين هدوك عن تجيبك قلي وحان مويد إنو وحسين تروح هدوك عن تسادة نروح هدوك الله صلى الله عليه وسلم وحكو ريدا كان أفوك إنو وحسين بيران قب ما علم با مركة الضمع وعدب بذي هاي عروت وادار تمركي يري عيار توضاب بدل كومالك عيارة مرك فودي آه وضم عاش عاش صاحب الضمع ها وكبوك مركز إنه يوم حد قرر تحول بعد هاي بيتي فلان قريه هبل فيه وليمة صبا كدر توي واحد كدر ملا إنه بوق وضر هاي نسكا كعيبوك عروتي وي آذي مرك آذين بيوريا وركي أمو ورمية ووركو اللي فيها دوو وريا أمو ماش وحكو ودا فابي ووركي برونا وكذا وبح عروتي أنت قري يتجن سبتي أو اللي سبتي سبيا أرنك حاوت ولا ما أنت هدار عش عثار كلهن يكوهر بحيب نك 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 ماش بالوها هذا ما ما دون شيء زما سيبا كورت عش عثو مركو حالي ولقى ما عرقتي روح كاتنا مع بعض هوا أركه هو يدي بقى كاتنا مع بعض نيدمي معايا هو يدي وحيره وإيجاسي الدخريد بي أنا يبقى الدخريد مركب معلم بقى وحان صوه هلو يدي
الضون. الضون كاللغة العربية هو غلام وقت. هاي وجدت اليوم غين بما تسهري غين. وما هو غين؟ بعده لام، غين لام لقدر. وما بعده؟ بعده ألف، بعده ميم، حروفتي وسكودر. ما أنت غين بما تسهري هاي غين محاوة لام لقدر وي. ولا ما نقول ألف نقص يقدر وي. ولا ميم نقدر. أنت أمرك على فصعيق ضوي بالصحدي وفرح درت وين عظيم. ولو قلت مرة هل مرة هذان لي لا غلام لما تضوا بين الله يد أو بين ما قص الله وارك عشا أضمع من عشا عساس العوبة وذلك كان مفعول به اسم اسمي واسم يا سوجاي منصوبا حال يمل النسبي اسم يا سوقع ودع عليه كركي سفعل ما قدل دعي كحذروا كدكتونا أهل الضمع ضمع عدد كيس كدكتونا في ظاهر ومضمر قد انحصر وقد مضى التمثيل للذي ظهر قد انحصر وكم مفعول به بعدها دوغو لابو وقيب سما ظاهر ومضمر قد انحصر وكم مفعول به في ظاهر ظاهر ومضمر وقد انحصر وكم وقد انحصر اتكبله وحذلك كرتاوكرا في ظاهر تبين اتكبله في ظاهر ظاهر ومضمر ضمير وقد انحصر وكم وقد مضى تغيب اوان سومر التمثيل مثالي للذي كي لمثالي ظهر موقده ظاهر كان ظاهر وكوسو مثالي ظاهر كو مثالي واحذروا اهل الضمع ذي تي هذا ومثال كي هذا في ظاهر ظاهر ومضمر ضمير وقد انحصر كوكوم وقد مضى حاتي التمثيل تصالين اي مثال واتغي للذي كي لا تصالي ظهر ظاهرة أو ظاهر كأو موقد أي في قوله احذر أهل الضمع وشرع سمارك في ظاهر ظاهري ومضمر ضمير مقد حسرك قوم وقد مضى وحاتي التمثيل مثال للذي كي لمثال يظهر ظاهر أو ظاهر كالنقد وإحذر أهل الضمع ظلفتيض وغيره ظاهر كغير كي قسمان اللي بقي بوضوي أيضا لقول نقي متصل المتصل كجاءني وإيمي وجاءنا وحنو إيمي ومنفصل مضمر ضمير كمفعول به والله بو ورت الضمير هالقاعدات كقبسان ضمير سي سد وان لبي طبعا ضمير ام حاله الرفع ام حاله النصب ام حاله الجر حاله الجر انت بدل لما شيء لكن وله هو مر بي مر بك مر بكم اكو حاله الدوني هجو وان لبي طبعا لو متكلم شان مخاطب شان غائب لبي طبعا كامل نعرف مسألة الله بعد حاول ضمير ومبني والضمائر كلها مبني لا يظهر فيها الإعراب إلي أركتي ضمير مالك صوتك أرت مبني مبني أما حالة رفع هجو أما حالة نصب أما حالة جر هذا نوع حقوق يسمى متصل يا منفصل محالة متصل بعامل متصل وحيدا هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا ومن كان لقوا بالله من كره هذا إلا أنا أكد بدعك قمت هذا قمت مرك هذا تعلس خرين مجين كرتها تقوم مدي كرتها تقوم مسورة بس أو واحد مسورة ولا يقع بعد إلا إلا كما هو مرك هذا يسوي كما دمك قم إلا تو مدي كرتها أو واحد مسورة ضربت ضرب إلا تو مسورة كاسة متصلة لبلا شرط ولا وكرتها المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار بيقار كل قدرة طيب مفصل لا بد كأو ديدو مفصل هو الذي يبتدأ به الكلام هذا الكلام بالله أنا قائم أنا واتاجنا هذه أنا قائم ويقع بعد إلا إلا كذبنا وانا أنا قائم واتاجنا هاي ويقع بعد إلا إلا أنا أمدي القرآن كان لبضه فيه سوق الله بلو إياك نعبد سمد إياه إلا إياه منفصل كاسا له يفتتح به الكلام هذا الكلام تكون باللاباني ويقع بعد إلا وغيره ظاهر كغير كي قسمان اللبا قيبو دوي أيضا لقول نقيا متصل من الله حديد بعامله كجاءني يا ذا يربح من جاء فعل ماضي مبني على فتح لا محل من الاعراب والنون للوقايه والياء مفعول به يا ذا سوى حرم
ولياء مفعول به مبني على سكون في محل نصب وجاء انا وحرمنا وناقص جاء فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الاعراب نا ضمير ومتصل نا مفعول به مبني على سكون في محل نصب وغيره ظاهر كغير كقسمان لما قيبوض وهي ايضا لغو النقي متصل من لحرير بعامله كجاءني وحايي من زيد وجاءنا وحنوي من زيد إيه ومنفصل من كسو عن عامل كي صور كلغو بلاوانك بعد إلا رندع مثاله منفصل كمثال كيس إياي عريقة أو إيانا أنك الحيي تأسلانتي أكرم كرامه ما فعل أمر ما أكرم الله محاك كرامه ألا وناكسنا ييو بالذي كي حيانا أن السلام مركورت أكرم بالذي حيانا وحاول إسكا تتميم بالنعمة متميمة وتمام البيت محل شاهد كما تسم وحما شاء الله روى إياي إيانا إياي أوفير سعد وليا وحما مفعولك ووحى ألف كأنت كجوة إياك نعبد بعض ربطائنا إعرابت إياذا بسوي مفعول إيانا بعض ربطائنا وإياذا كلي أنت ألف قسم وحى إياك ضمبئي هدو يهي يا ويا يا اما نا ويا ايانا لبدا نوقر حرف تكلم بالي حرف دال على التكلم هدو كافيه حرف دال على الخطاب اياك اياك اياكما اياكم اياكن هدو هائيه اياه اياها اياهما اياهم اياهن حرف دال على الغيبه بالله وحرف وحل روى إيا بس إيا مرك وعدي ضمير منفصل مبني على سكون في محل نصب مفعول به مقدم إيا ضمير منفصل مبني على سكون في محل نصب مفعول به مقدم مفعول به صور مريو والياء حرف دال على التكلم لا يا حق اسكن إيانا إيا إيا وعدي ضمير منفصل مبني على السكون في محل النصب مفعول به مقدم نا حرف دال على التكلم أكرم بالذي حيانا فيها شرح عندنا شرح أكرم بالذي حيانا ما هي هذا كان ليس معها محط المثال تصال بوسك موهي كان مثال قموهي عقص وإنما هو تتميم وأما يستربو اقتصر الناظم وحقوق أبصدين في تمثيل مثال كل من الأركان من المتصل والمنفصل على ضمير على ضميري المتكلم لبدا ضمير المتكلم جاءني جاءنا إياي إيانا ولم يذكر مشي غيرهما غيره والعلم وحوجيا بالمقايسة إن كقياس كقياس قادوك بس حقصر من بكلها أكرم بالذي إن الروح وحده أكرم بالذي أو مفعولك كجر يا ضميرك ماشي مفعول بكم أجر إنه مفعولك ماشي اللي قرب أنا وحاول ضمير متصل ضمير منفصل حيا سلامين نا أنك صلى الله عليه وسلم إذا نعرف أسأل سؤال كيما إن حييت يذو لقري وفعل يفعل أكرم ألا وأنا أكسنا يي محاكا وأنا أكبدن بالذي ومن باب أسمع بهم وأبصر فعل التعجب أكرم هذا أمر يسوي وناجي معه أكرم ألا وناكسنا يي محاكا وناس فعل التعجب أنا فعل التعجب أسمع بهم وأبصر أكرم ألا وناكسنا يي بالذيك حيا سلام إنا عنك ولما قالوا حيدا مركا حيانا ناظنا مفعول به وقال انكر وإسكدر لكن هذا تصاله أوروي معه سوى تصاليه قوت نماش محو كرب ضمير منفصل وكرب ضمير ها منفصل وكرب حيانا هدا حتى هذا مفعول قاط ضمير متصل يكون غنس ما قرأ ماش أنا ضمير منفصل بلا كرب وغيره ظاهر كغير كي قسمان لما قيب وضوي أيضا لقول نقي متصل من متصل كجاني وحي من زيد وجانا وحنوي من زيد ومنفصل من منفصل مثاله إياي عنك أو إيانا أنك حييت السلامت أكرم لو أنا أكسنا بالذي كي حيانا أن السلام
وقس قياس قاضي طالبو أرضيو أيها المخاطب روح على الله الله يو بدين لبضع لبضعها دوغو إياي إيانا كل مضمار ضمير نمانتي فصيل الله صعي ومفصل وقس قياس بدين لبضع كل مضمار ضمير نمانتي ضمير كاسو فصيل الله صعي وبالذين لبضي قبل قبل بعده قبل ما قبله الرئيسي لبضي الرئيسي لبضيو جاءني جاءنا وبالذين لبضي قبل الرئيسين كل متصل متصل لماتي وقياس قاض وقس قياسه وقس قياس قاض بذين لبضان إياي إيانا كل مضمر ضمير لماتي وفصل الله صعي ضمير مفصل وبالذين لبضي قبل قبل ذلك لبد الكوري وهذا قياس قاطع كل متصل متصل لمات وقس قياس قاطع بذين لبدن إياي إيانا كل مضمر ضمير لمات ضمير خاصف وصل الله صعي وبالذين لبد قبله الرئيسي وجاءني يجاءنا أهانا كل متصل متصل لمات وقياس قاطع فكل قسم قيب كست ومنهما لبد وضك من المتصل والمنفصل قد انحصر واكو من مدكست ما جاء وحيمد من أواعي نعيد سكمد في 12 لبي يطوان بكو كومي ضمير النوال لبي يطوان اثنان للمتكلم بعد لبي يطوان الله متكلم وخمسة للمخادة وخمسة للغاية فكل قسم قيب كست ومنهما كمد متصل كي منفصل قد انحصر واكو ما جاء وحيمد ومن أواعي نعيد سكمد في 12 بكو كومي لبي يطوان بعده وآه اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب فكل قسم قيم كسر منهما لبضع وكمل متصل كي منفصل قد انحصر واكم ما جاء وحيمد من أواعه نعيد سكمل في 12 لبي يطوان بوكو كوم باب المسدر واسكيري وباب كلا مسدر كان توحاضيه فير دور مسألة مهمة كجرت واسكيري يسوي مقع لبات بوليه مفعول مطلق ولا مفعول مطلق مفعول مطلق هي مصدر المفاعيل الخمسة جرى شن مفعول باجرى شن مفعول باجرى شن والسكويرة المفاعيل الخمسة طو مفاعيشة شنطة كو الأول مفعول به وكان هذا كالصباح رأيت زيدا يا ضربني يا جاءني مفصل كينا إياي إيانا أتقرب بس مفعول به لبا مفعول مطلق الثاني مفعول مطلق ومصدر ليه مصدر 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 مفعول مطلق بلا صادح الثالث مفعول فيه فيه وتا فيه فيه مفعول فيه هو ظرف الزمان يا ظرف مكان ظرف الزمان يا ظرف مكان ما وعدك المفعول فيه بلا فيه على صوت مفعول فيه وظرف الزمان يظرف مكان أفر مفعول من أجله مفعول من أجله أربعة مفعول من أجله مفعول من أجله أفر مفعول من أجله شر مفعول معه مفعول معه شنتاس أيوه حال السكير هذا المفاعيل الخمسة مفعول هذا شنتا المفاعيل الخمسة مفعول لذا شنطة مفعول به مفعول مطلق مفعول فيه وظرف الزمان يظرف المكان مفعول من أجله مفعول معه شنطة بالله مسألة الله وضوض بحير نقطه وضوضها كجرته لكن واتفا دامات كتبتك لكجار دوتان يربي الله أهان افتي منها نحوذ يا صرف وحي كهرن قادين لبن مجال بصرة يا كوف لبن مجال العراق بيكون تالي جر كوف هذا يدو أسك بابا ما الخلاف بقى الخلاف هذا الخلاف والشر بعد ما الأندب بدن أو خلاف بدن أو لبك يدو بدن يه حتى صحاب الله الغد يبي ياه وأسك بابا يدو مركل لبن مجال بصرة وحاقو بدن نبان كان نحولي ده أصالة لكن عرب أنا هي بلو أهان هي عرب أصل أنا هي وأبياشو ده مويل شهر هي فرص بيا هاي أما موالي أضم اللي حري أهاي قرر الله عطاء وأرك
وباقيهم أحاط بهم الولاء سواء قرادة هي محدثين هي نحو ليذ عرب وما بضنا بضنا عرب أصالتهم بالغوض وآبه أوه إلى آخر عرب كواس عرب لي مركب بصرة وحاو بضنا نمان كنحو ليذ أن أصالتهم عرب تاهي كوفضنا عرب تاهو عرب تاهي هذا إسقبتان عرب تاهي للك ديجري أنت بنا عربت على جهة إنجيل. مركي مسألة لسكوقف. مارك الله ما قول بعدي الباب المستر هالك وحائنا خصي. من مصدر كأصلا أو وحكة استيساق على قصة اشتقاقي. اشتقاق وعندم برشو أما ككيسش. وفير فعل كأفعاشة. هذا ضربا سو مصدر كي معه. ضربة يضرب يضرب واحد ما ضربا بيكت عشان وهو أصل كي. كوا نوافرني. مسافعل كضربة أصله مصدر كيسير لفتي سالة طري ولو مسلوات جرس ما قول حوله مصدر كوا أصلك وحن كلام دنا وحي لقى صو اشتقاق سجى لقى صو دم بشيء سجى لقى كيس سجى لقى صو جعي سوى أصل قول حوله فعل كماضي بأصله مع مصدر كفعل كلقى صو دم بشيء الراجح مصدر كأصل ضربة وحيكت من ضربا ضربا وقراعي دي مكت قراعي ضربة وقراعي حقيكت من ضربا وقراعي كونه وحيلي ضربة أصل وضربا تعالى صوت جحل مركب ملحاها مسألة دي كله فتوش هو المصدر وأصل وأي أصل مصدر كأصل ومنه اشتقاق الفعل يا صاحب صاحب هو شاهد هذا ويدسي فعلك حتى مستر كلاك كسرني مستر كي وأصل كي فعلك واحد هذا الحقيقة ماذا؟ وقال مركي له حقيقة قول وين هذا قول بمستر كي موت ضرب حقيقة مات ضربا ومستر كي قتل حقيقة مات قتلي ودلكي ما قال أكله عنا حقيقة مات أكلا والمصدر أصل وأي أصل مركب مصدر خصاص واصل باب المصدر مصدر كي وبابي صدح والله قيمه مفعول مطلق مركويه مفعول مطلق مركوي وين تريد هذا دونتي تصريف نحو قام قام الف كاو اسك ادلاق قام وين وحل رب قام وين تريد هذا دونت تصريف نحو قام قام يا وخي لمن ان اد جديده فقول وحدا يقوم ويستاي ثم انت كذب قلنا قياما استاجد قياما ومصدر كي ادوغو غير هذا تان شرط ما فما يجي وحي ماده ثالثا مركز صدحات فالمصدر مصدر با ليرا والنسب والنسب ديسونا بفعله فعل كي سوى النسب فعل كاس مقدر لقد مقدر اي مقرر لو اميه بعد مقدر كا مقدر اي مقرر لو اميه مقدر كا لسو قدر ما هلكا كو ججم اسك جرا فإن وافق هذا وافق مصدرك فعله فعل كيسا الذي فعل كاس وجراء درير في اللفظ حق اللفظي والمعنى معنى في اللفظي اللفظي ويورا فيورا وحالو بوغاني هذا علم كاتك اللفظي فيورا وحالو أركي اللفظي أو وافق وحوافق المعنى معنى فقد وكلي وقد روي والوري بغير لفظ الفعل فعل كاللفظي يسمد عنها فهو كاس معنوي فقم إسا قياما إستاقي من قبيل الأول النوع هروي قبيل والنوع نوع وآه لفذي وقم استاو وقوفا استاق من قبيل ما يليك كحي النوع يسوي معنوي فيرها مصدر وحاني ما يعيس الله ونفوها مفعول مضرب مفعول مضرب وإذن كجرات كان كرتان لكن ميل دو أدي وحويدين إمانو وإن أسيفان تاري مفعول مطلق هي مصدر بينهما عموم وخصوص بله أرنت أن حوض الشراح وكبة أنت هي كتب قراءات كعتبر نساء بينهما عموم وخصوص هذا عرفت ووح مال إسكال مال عن إسكال حين ووح الرما إسكوا فقسان الرما إسكوا كوكلا جدي سنة إسكوا خلاف هذا عرفت مال يقول بينهما عموم وخصوص وحنوي وذاقان وحنم وذاقان وحنا يسكوا فقسين وحنا ويسكوا خلافسين مركب مفعول مطلق هي مصدر فيرها بينهما عموم
وخصوص مركو مستركو منصوب يه هي مفعول مضرب وعموم واسلي مفعول مضرب سوى منصوب مستر ورنا منصوب معه على ما قرأ مصدر محوله منصوب مصدر محوله مرفوع مصدر محوله مجرور مفعول مطلقنا منصوب فقط ما قرأ هذا هو فير سعد بينهما عموم وخصوصا لغمان وحبي وذاك وحنا وكل دوي مفعول مطلق ومنصوب مصدرنا ومنصوب مركو مفعول مطلقية مصدر وحاجرة مرفوعة مصدر منصوبة مصدر مجرورة ما قرأ مصدر مرفوع وان تصوموا خير لكم وان تصوموا الى صومتم خير لكم والتقدير صومكم صلى الله عليه وسلم صوم مبتدا ما سو مصدر ما ومرفوع مصدر منصوب اجر يعجبني ان تضرب كاس وفعل يعجبني وحي عجب قلي ان تضرب اي ضربك هو مرفوع ولي وحاجر من له بالضرب قرعت بالضرب بعد الجلسة وأنا مستر وقت أما مفعول مضرب سو محيه منصوب فقط منصوب فقط مركب محايس وافق سفير مستر كمركو منصوبية هي مفعول مضرب وايس وافق سفير مقر مستر لكن وان لقب ذي مستر مرفوع عادي أن تذهب ذهابه أرضيها نوت أن تذهب ذهابه يا مقر مركب مصدر مرفوع عاجل مصدر منصوب مصدر مجرور حاجة دي قصير مفعول مضرق بقى مركب منصوب مركب سيسو مفعول مضرق مركب صدح نوعه فينا مذو حالة مفعول مضرق على ثلاثة أنواع بعدين سكوب مذو حالة المؤكد لعامله عامل كيسو أتكيه والله هو فعل كيسو حكوم شيء ومبنوش شيء بس فعل كيسو أتكيه المؤكد لعامله مفعول مضرق صدح نوعه على ثلاثة أنواع على ثلاثة أنواع صدحنا مذو حال الأول المؤكد لعامل عامل قاتكية وحاتر ضربت وان قراعي ضربا قراعي ضربا تلمحي كو فايس ضربت وحي فايس قراعي قراعي أكلت وان عني أكلا عني أكلا تلمحي فايس وحي أكلت فايس وكلم الله إلهي والله لموسى أمام موسى تكليما لحلد تكليما محي فايس كلمة وحي فايز المؤكد لعامله بالأكاس عامل كيسون بيت ضربت ضربا قتلت قتلا جلس قعدت قعودا المؤكد لعامله كلمات وحاله المبين لنوع عامله عامل كيس قاب كيسو عدية المبين لنوع عامله ضربت ضرب الأمير بأتي. ضربت وان قرعي ضرب الأمير مدحوين صوحوا قرع تقول مدحوين ما حيكف لان قعن أضبروا له زمها وقفت وان استاغي للمعلم معلم كيبان استاغي وقوف المؤدب نين أدبسل استاغي ديوك نوعي بالعدين موقت أحببت وان جعل هذا اللي استاذي حب الولد لوالدي ويلك أبي سوء جعلي وكلام معلم كي وجعلها ما قرأ كاو حال المبين لنوع عامله عامل كيس نوعيه قراعي امير كوكرا استاغي استاغ روح ادبسن اوك مغر جعيل كيو جعيل ك ويل ابي سو جعلي هوك كام حال المبين لنوع عامله كصدحات المبين لعدده بال المبين لعدده لعدد عامله عامل كيس تريد سو عدينا ضربت وان قراعي ضربتين لبا قراع لما ربط شيء يسموك ضربت وان قراعي ثلاثة ضربات صدح قراعتان وكاد طيب مركز صدح هو مؤكد لعامله مبين لنوع عامله مبين لعدد عامله ما لقى وإن تريد هذا دونتوي مركز بيت كان قهر يا بيت كلام شدري صهرة وح شرد أمة وح ليا تقريب الفهم وفهم كان الوسود وين وح شرد أمة ومد جنوم وليه در المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل مكرس مركز الحديث يا دم شرد ما
مربو مركا لبعضيمانو ضربتو ضربا مربو بيسو كوي هي ضربا بلغة صوب الله يسو كو أفراد دون قوكرا ضربا يضرب يضرب ضربا لحبو قلي كرا مركا مركا لولاه صدح ويمانو حيكوة عن ضربا مركي ليه ماضي كدب يضرب الله يو ضربا مصدر إمادة وحشر دابا فهنكم بلغون وينها يعني وحسا شر دابا وين تريد هذا دون توي تصريف النحو قام قام إياه وحي الله مده إناد قد قد ديده فقل لا يقومه إستاق قام هتسوه سياد ماضي كده وحده يقومه إستاق مركز دعا ثم قل لا قياما إستاق قيام كاسا مستر كيوك فما يجيه وحي ماذا ثالثا مركز دعا وقياما فالمزدر ومزدر وي مركز دعا صدحي ماذا مشار دبا يا وكلم الله موسى ماضي ما الله شيئا محاكوه تكليم وكلم يكلم تكليما ميالي هو ما تن مركة ثالثة انتهاءو فهم وحشر دي وتقريب الفهم بينه فهم قال وير وين وين تريد هذا دونت تصريف النحو قام قام يوحي لم إذا إنا قد قد ديده فقل لا يقوم ويستاق ثم انتأكد وقل لا قياما استاق فما يجي وحي ماد ثالثا مركز دعات فالمصدر مصدر بالي مصدر وياكل نسبية وكالله فعل كان نسب وكلم الله موسى تكليما تكليما وحان نسب سكلم ضربت ضربا ضربا يا نسبي ضربت أكلت أكلا أكلا يا نسبي أكلت والنسب والنسبين تيسو بفعله فعل كيسا لقول نسبي مقدر مقرر مقدر لسو قدر هوفا مقرر والقو آمي والنسب والنسبين تيس بفعله فعل كيسا لقول نسبي مقدر أي مقرر وأرهن للصغي نحو له اسكو افقين ها باي في وافق وحال كان كبلا فيره مره ورا قاعده لا قبطه مفعول مضرب يسو صدح نوع ما هي مؤكد لعامله مبين للنوع عامله مبين لعد عامله سما هذا وحو كان لا ارين كلو قيب وين ما سيالك وير فهم قيب تصدح قيب تضبطه واصل labadan qayb ay soo wada xubin wax iska fariic ah laan laan yar wuxuu ku leeyahay ficilka iyo masdarku hadda isku xuruuf noqdaan lafdi lafdi ficilka iyo masdarkiisu hadda isku xuruuf noqdaan maxaa dhe lafdi hadda isku macna u noqdaan isku xuruuf ma maxay noqdeen laakiin isku macna u inta way wuxuu soo toosaara feerad ضربت ضربا اما ضرب سي ادو سيفان ضرب ضربا اسكو حروف مت ما حدي كاس لفظي قتل قتلا ما حدي قتل قتلا واسكو حروف لفظ ها اكل اكلا ما حدي لفظ معنوي وما واسكو معنى اسكو حروف مت جلس قعودا اسكو بين ميه حاجة معناها أنا وإسلي كان معنى ويقان قام وقوفا قام يوقف بإسكو حروفه وإسكو معنى كاسي مرك فإن وافق دو وافقوي مصدر كي بعد دي مصدر كي فإن وافق مصدر كي هدو وافق أي المصدر فعله فعل كيس الذي فعل كاسو جرى الضريري جرى سعودي في اللفظ حق النوقي والمعنى معنى اسكو حروف اسكو معنى فيرا وحالو اوغاده كان لفظي لفظ بعده في وافق مصدر كي هدو وافق فعله وفعل كي سال الذي فعل كاسو جرى دريري ولا سو شيء في اللفظ حق اللفظ من حيث الحروف واسكو حروف فاللفظي اللفظ ايا يرا لو اوغاده كاس وهذه مركا ضرب ضربا قتل قتلا اكل اكلا ومصدر بعضه هو اللفي واسكو حروف فعل كي مصدر في وافق مصدر كي هذا وافق فعله فعل كي سال الذي فعل كاسو جرى الدرير في اللفظ حق اللفظيه والمعنى معنى فيرا وحالو اوغاده كان لفظيا لفظين ويه او اما سي وافق ووافق مصدر كي المعنى معناه وفعل كو وافق فقدو كلي واسكو معنى دون اللفظ اسكو حروف ما اسكو دواق ما وقد روي ولا وري بغير لفظ الفعل فعل كلفظي سوى عن هين بالوري
جلس ماشي الأسبوع جلوسا لبعضنا جلس قعودا ماله جلس قعودا صام وصوم صوما ماله صام إمساكا سوا فايسي هذا المرض محور نقل معنوي إن أسكو حروف ماها حج حجا حج حجة النوال حج قسطا حج كل غضو قسطا سوا الموقت أو وافق أو وافق المعنى معني فقد وكلي وغدو يوال وري لكن بغير لفظ الفعل فعل كلفتي سبدان هاي فهو كاسي معنوي معنوي فقم استا قياما استا من قبيل الأول كهرا نوعي سوي كهرا كيوا لفظي قام قياما سويس كحروبا وقم استاق لكن وقوفا استاق من قبيل ما يلي ككوحيك نوعي سوي ككوحيك كأها معنوي إن وقام إيه وقافا ويمكت قام وقوفا ميس كحروبا ما اسمه له معنوي واضح جلس قعودا جلس قعودا واسكو معنى اسكو حروف مياه اسكو حروف مياه واما او وافق او وافق مصدر كي المعنى معنيه بك وافق فعل فقد وكلي وقد روي وعلى وري بغير لفظ الفعل فعل كلفتي سوى حانهين فهو يسوى معنوي معنوي فقم استاقياما استاقيد من قبيل الاول كي هو النوع يسوى اللفظي بعد اللفظي من قبيل الأول اللفظي وكوضع وقم استاق وقوفا استاق من قبيل ما يليك كحيق النوع يسوي قبيل والنوع القبيل هو النوع والنوع والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.